الرحيم، أرحب بجميع التلاميذ والتلميذات في درس جديد ضمن مكون التركيب، فتابعوا معي. تلاميذنا في الدروس السابقة على أسلوب الاستثناء، ورأينا أن أسلوب الاستثناء ومن بين الأساليب الكثيرة التي نعتمدها للتعبير، مثل حضر التلاميذ إلا واحداً. إذن هنا الأسلوب اعتمد على أداة الاستثناء إلا، والمستثنى هو ذاك الاسم الذي يأتي بعد إلا. كل هذا تعرفنا عليه في درس الاستثناء بإلا. وفي درسنا اليوم سنتعرف على أسلوب آخر، إنه أسلوب النداء. فما معنى النداء؟ وما الهدف من النداء؟ وكذلك ما هي أدوات النداء؟ وكيف يعرب أسلوب النداء؟ كل هذه الأسئلة سوف نجيب عنها ضمن هذا الدرس. انطلقت لكم من جملة وهي يا مريم انتبهي. هنا أنادي على مريم. لماذا أنادي عليها؟ أنادي عليها لكي تنتبه إلي. من هنا نفهم ماذا؟ نفهم أن أسلوب النداء الهدف منه هو أن المخاطب يطلب من المخاطب أن ينتبه إليه. واعتمد المخاطب هنا على حرف النداء يا. نستعملها أيضا في تعابيرنا دائما، ونقول يا الله، يا رب وغيرها. إذن أسلوب النداء كما ترون يتكون من عنصرين أساسيين، وهما حرف النداء والمنادى. حرف النداء أو أداة النداء هي التي نبدأ بها أسلوب النداء. وهناك حروف أخرى أيضا للنداء، مثل أيا، أ، هيا، أي، أ وغيرها من الحروف. أما المنادى فهو ذاك الاسم الذي يقع بعد حرف النداء، مريم. هنا لدينا المنادى. للتعرف على المنادى بشكل أوضح وأيضا على إعرابه، سأقدم لكم مجموعة من الجمل. لاحظوا معي، لدينا يا مريم. إذن هنا منادى على مريم، يا مريم أحسنت العمل. ثانية، أصانع أتقن عملك، أصانع أتقن عملك، ينادي على الصانع. يا فلاحا لا تكثر من استعمال المبيدات، ينادي على الفلاح. أي غارس الشجرة، أي غارس عفوا الشجرة اعتني بها، ينادي على غارس الشجرة. ثم هيا زارعا حقله متى الحصاد، هنا ينادي على زارع الحقل. كما ترون استعملت مجموعة من حروف النداء هيا، أي، يا، أ، ويا. أيضا كما ترون هنا لدينا المنادى، ذاك الاسم الذي يأتي بعد حرف النداء. في الجملة الأولى لدي مريم، قد أقول مريم، فاطمة، محمد. ثم لدينا صانع، فلاحا، غارس، زارعا. ركزوا معي على هذه الأسماء. نعود إلى مريم. هنا نوع المنادى. سبق لنا أن تعرفنا على النكرة والمعرفة، ورأينا أنواع الأسماء المعرفة. إذن نوع المنادى هنا هو منادى مفرد معرفة. مفرد اسم مفرد، ومعرف لكونه اسم علم. أسماء الأعلام أو ما يسمى مفرد معرفة هي نسمي منادى مفرد معرفة. الجملة الثانية، أصانع أتقن عملك. لاحظوا معي صانع، كيف هو هذا الاسم؟ هو نكرة أليس كذلك؟ لكنه نسميه بمنادى نكرة مقصودة. أقصد ذاك الصانع وليس كل الصناع، أقصد صانعا معينا. قد أقول أصانع، أتلميذ، أطفل، أعمال وغيرها. بينما في الجملة الثالثة ناديت هنا على فلاحا. كيف هو هذا الاسم؟ إنه اسم نكرة، لكن نكرة غير مقصودة، لا أقصد بها فلاح معين، بل أنادي على كل الفلاحين أن لا يكثروا من استعمال المبيدات. قد أقول كذلك يا نجارا، يا صانعا، يا تلميذا. ثم لدي المثال الرابع، أي غارس الشجرة. ماذا سأعرف شجرتي؟ إذن غارس الشجرة اسم مجرور
إذن سيكون مضاف إليه. وغارسة هو منادى، يسميه منادى مضاف، منادى مضاف لأنه مضاف إلى مضاف إليه. بينما هنا هيا زارعا حقله، أي زارع أقصد؟ إنه زارع الحق مثل حصاد. فهنا أنادي أيضا على زارع، وهذا المنادى سنسميه بمنادى شبيه بالمضاف. شبيه بالمضاف، لماذا شبيه بالمضاف؟ لأنه يرتبط باسم بعده، حقله، شجرتي. يعني ممكن أن أقول أي غارسة لوحدها؟ لا، لكي أحدد أكثر أقول غارسة شجرتي. هنا كذلك، أن أقول زارعا لوحدها؟ لا، بل زارعا حقله. لكنه كما ترون هو نكرة منون وليس معرف كغارسة، إذن بالتالي ويشبهه في المعنى، يشبهه في المعنى، وبالتالي يسميه منادى شبيه بالمضاف. من هنا نستنتج تلامذتي مدى أن أنواع المنادى هي خمسة: هناك منادى مفرد معرفة، هناك منادى نكرة مقصودة، هناك منادى نكرة غير مقصودة، وهناك المنادى المضاف، وأيضا هناك المنادى الشبيه بالمضاف. لكن تلامذتي الذي يلفت انتباهنا وهو أن الإعراب هذه الأسماء هو يختلف، هنا منصوب منصوب منصوب، لكن هنا نجد الضمة، إذا معنى ذلك أن المنادى له إعرابين. ما هما؟ أولا لدينا المنادى المفرد المعرفة والمنادى النكرة المقصودة، يعرب بكونه منادى مبني على الضم، مبني على الضم، ليس مرفوع بل مبني على الضم. بينما في المثالين أو في الأمثلة الثلاث الباقية لدينا هنا فلاحا، ولدينا غارسة، ولدينا زارعا. إذن هذه الأمثلة الثلاثة هو منادى كيف؟ إنه منادى منصوب. ذلك أن المنادى الذي يكون مفرد معرفة ونكرة مقصودة يعرب منادى مبني على الضم، يجب أن نضعه الضمة، أو الألف والنون إذا كان مثنى، أو الواو والنون إذا كان جمع. سأقول مثلا يا متعلمان، يا متعلمون، واضح؟ إذن بينما هنا في المنادى الذي يكون فلاحا وغارصة أي نكرة غير مقصودة ومضاف وشبيه مضاف، فهو يكون منصوب، منصوب بالفتحة أو منصوب بالياء، أو منصوب بالياء والنون، أو منصوب بالكسرة النائبة عن الفتحة إن كان جمع مؤنث سالم. سأقول يا فلاحات، سأقول أي غارسي الشجرة بالياء، سأقول هيا زارعين حقلهما المثنى، واضح؟ إذن بالتالي فالمنادى يكون هنا منصوب بعلامات النصب الفتحة أو الياء أو كسرة النائبة، بينما هنا المنادى يكون مبني على الضم، الضمة أو الألف أو الواو. إذن من هنا تلامذتي نصل إلى الاستنتاج العام وهو مدى. الاستنتاج العام وهو أن المنادى هو خمسة أنواع. أولا قبل أن نتحدث عن الأنواع نتحدث عن التعريف. ما هو المنادى؟ المنادى هو اسم يذكر بعد أداة النداء، يا، أ، أي، أ، وهيا، وأيا، اسم يذكر بعد أداة النداء. أما أنواعه فهي كالآتي: هناك منادى مفرد معرفة مثل يا محمد، هناك منادى نكرة مقصودة مثل يا صانع، وهناك المنادى نكرة غير مقصودة أي تلميذة، ثم هناك المنادى المضاف يا صانع الأحذية، ثم المنادى الشبيه بالمضاف مثل يا كاتبا دروسه. وكما رأينا أن هذا المنادى له إعرابين، أولهما إذا كان المنادى مفرد معرفة و أو نكرة مقصودة فالمنادى يكون مبني على الضم، أما إذا كان منادى نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف فالمنادى يكون منصوب.
إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا، لكن قبل الانتهاء سنقوم بتمرين تطبيقي قصير جدا حتى نثبت هذه المكتسبات أكثر. لا تابعوا. أنجز شفهيا، ضع خطا تحت المنادى في كل جملة ثم حدد نوعه. سوف نضع خط تحت المنادى، أين هو المنادى في كل جملة، ثم سنحدد نوعه، هل هو مفرد معرفة، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة، شبيه بالمضاف أم مضاف. الجملة الأولى: يا مغامرا احترس من صعوبة التنقل. ثم جملة ثانية: أي تلميذ قم بواجبك. الجملة الثالثة: أصاحب المعمل أكرم العمال. ثم: يا زينب لا تنسي غسل يديك. إذن انطلاقا من هذه الجمل سوف نحدد، نضع خطا تحت المنادى ثم سنحدد نوع المنادى. الإجابة ستكون كالآتي: الجملة الأولى: يا مغامرا احترس من صعوبة التنقل. هنا المنادى هو مغامرا، يا مغامرا، وهو نكرة غير مقصودة. ثم: أي تلميذ، هنا المنادى نكرة مقصودة. ثم: أصاحب المعمل، المنادى هو صاحبة، وهو منادى مضاف. ثم: يا زينب لا تنسي غسل يديك، هنا المنادى مفرد معرفة. أتمنى أن تكون إنجازاتكم صحيحة واستطعتم التعرف على المنادى وعلى أنواع المنادى. وكتمرين سنقوم به على دفاتر كالآتي: أعرب الجملة الآتية إعرابا تاما. يا صانعا أتقن عملك. يا صانعا أتقن عملك. يمكنكم العودة إلى النموذج الإعرابي الذي سأقدمه لكم في خطاطة هذا الدرس للتعرف على طريقة إعراب أسلوب النداء، وأيضا لا ننسى ما تعلمناه في الدروس السابقة. إلى هنا نصل إلى نهاية درسنا اليوم، درس المنادى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.